تسمى الدالة التي تستدعي نفسها بدالة متكررة، وتعرف هذه التقنية بالتكرار أو الخلف. ويمكن استخدام تقنية البرمجة الخاصة هاته لحل المشكلات عن طريق تقسيمها إلى مشكلات فرعية أصغر وأبسط. دعونا نأخذ مثالا على إيجاد مضروب عدد ما، والمضروب هو الفاكتوريال، ونعبر عليه بإضافة علامة تعجب على يمين العدد، مثلا the factorial of one، يعني مضروب عدد واحد هو واحد، ومضروب الرقم اثنان هو اثنان مضروبة في واحد يعني اثنان، كذلك مضروب الرقم ثلاثة هو ثلاثة في اثنان في واحد، والخارج هو ستة، مضروب الرقم أربعة هو أربعة في ثلاثة في اثنان في واحد، وكذلك مضروب الرقم خمسة هو خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنان إلى حين الوصول إلى الرقم واحد. يعني عموما مضروب الرقم خمسة هو الرقم نفسه خمسة في مضروب الرقم أربعة. والآن سوف نكتب دالة لإيجاد مضروب أي عدد كان. سوف نسمي هذه الدالة بالفايند فاكتوريال، وهي عبارة عن دالة تحتوي على متغير وحيد x مع الشرط التالي: إذا كان x يساوي صفر سوف تظهر لنا أو سوف يظهر لنا الرقم واحد، لأن مضروب العدد صفر هو واحد. مضروب العدد x يساوي x نفسها مضروبة في مضروب العدد x ناقص واحد، وهذه قاعدة عامة. إذن نغير موضع x ونأخذها إلى الجهة المقابلة. وفي تطبيق عددي نجرب الرقم واحد لتصير المعادلة الخاصة بنا مضروب واحد مقسوم على واحد تساوي واحد ناقص واحد مضروب، يعني تساوي مضروب واحد ناقص واحد، وبالأخير النتيجة هي مضروب العدد صفر يساوي واحد. وهذه هي الديمونستريشن. أما إذا كان x يخالف الصفر فالبرنامج R سوف يطبع لنا العدد x مضروب في مضروب العدد x ناقص واحد. وهذه هي recursion function، حيث أن الدالة تعاود نفسها إلى حين الوصول إلى الرقم واحد.